كان الحب للقرآن رائدنا، وما نلنا الأمان البيض لولاه. أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخاء ما نسينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج ورتلناه ترتيلا. دوما في هذا البرنامج نستعرض القراءة والإنصات إليها، ثم يعني نفتح المجال لعرض تلاواتكم التي ترسلونها على البرنامج، ويمكنكم أن ترسلوا هذه المقاطع على الهواتف التي تظهر إن شاء الله تعالى على الشاشة، ونحن نعرضها إن شاء الله تعالى للتعليق عليها. القراءة إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ستكون من الصفحة 33 من بدايتها: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، الآية 211، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة إلى نهاية الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين،
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أيها الإخوة والأخوات، هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة تتحدث أيضا عن بني إسرائيل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن هم المسؤولون من بني إسرائيل؟ الذين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل وقت يكونون فيه، يعني مما يأتي بعد ذلك الزمان. اسأل هؤلاء من بني إسرائيل، كم هي تلك الآيات التي أعطاها الله تعالى وأعطيت لهم التي تكون سببا في الإيمان وفي اليقين؟ ولكن هؤلاء القوم بدلا من أن يشكروا الله تعالى على هذه الآيات البينات وعلى هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم، قال عز وجل: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بدلوا نعمة الله كفرا، كما قال تعالى عن قريش أيضا في سورة الرعد: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فهنا هذه النعمة لم تقابل بالشكر، وإنما قوبلت بالنكران وبالكفر. ولهذا سمى الله تبارك وتعالى كفرهم بالنعمة تبديلا، لأن النعمة يقابلها الشكر، يعني النعمة تقابل بالشكر، يعني من أسدى إليك معروفا فإنك تشكره، فكيف بالله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فبدلا من أن يقابلوا هذه النعم وهذا البيان الذي هو من أعظم النعم، نعمة البيان ونعمة الرسالة ونعمة الشريعة، بدلا من أن يقابلوا هذا البيان وهذه النعمة بالاعتراف بها وبتوظيفها وبوضعها حيث يريد الله تعالى من الشكر، بدلا من ذلك كفروا بهذه النعم. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: فإن الله شديد العقاب، أي ينتظر العقاب كل من يجحد النعمة ويبدلها إلى الكفر، فلا يكون إلا العقاب الشديد عند الله تبارك وتعالى. وبمفهوم المخالفة أن الجزاء الحسن وأن النعمة وأن الجنة تنتظر من يشكر هذه النعم، نسأل الله أن نكون من الشاكرين. ثم بين الله عز وجل سبب هذا الكفر، لماذا هذا الكفر وهذا يعني يبدلون هذه النعمة كفرا؟ قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، كما قال بعض السلف: حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. فالإنسان إذا ركن إلى الدنيا ومال إليها وتعلق بها فإنه يجحد نعم الله ولا يعرف هذه النعم. فهذا التزيين للحياة الدنيا في قلوب الكافرين من الغرور: إن الكافرون إلا في غرور. زين للذين كفروا الحياة الدنيا بسبب بعدهم عن الله وبسبب كفرهم بدين الله تبارك وتعالى، فلذلك تعلقت قلوبهم بهذه الدنيا فلا يريدون الفكاك منها أبدا. وهذه عقوبة يجعلها الله تبارك وتعالى للإنسان إذا بعد عن الله سبحانه وتعالى. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، لأن الإنسان الذي يتعلق بالدنيا يرى أن من يزهد في الدنيا أو من يعمل للآخرة يعني كأنه إنسان لا عقل له، وفي الحقيقة هم الذين لا عقول لهم، يعني هم عقولهم قاصرة. لأن الإنسان الذي عنده عقل هو الذي يجعل من الدنيا مزرعة للآخرة، هو الذي يعمل هنا من أجل أن يحصد هناك، هذا هو العاقل. أما غير العاقل هو الذي
يعني يركن إلى الدنيا، والدنيا دار زائلة، يعني ليست بدار بقاء أبدا، ويصيب الناس جميعا يعني برهم وفاجرهم من نكد الدنيا ومن نصبها ما الله تعالى به عليم. حتى ولكن المؤمن يقابل هذه الدنيا بالصبر واليقين والعمل الصالح، أما الكافر فإنه يقابل هذه الدنيا يعيش فيها يعني في غاية النكد وفي غاية النصب والتعب، لأنه يعني لأن قلبه لأنه لن يستطيع أن ينال من هذه الدنيا ما يشتهي، يعني هو كادح في هذه الدنيا، كما قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فما قيمة هذا الكدح إذا كان سيوصل الإنسان إلى نار الجحيم، نسأل الله العافية. فهو يتعب في هذه الدنيا وينصب فيها ويتعلق بالدنيا، ثم يسخر من الذين آمنوا، مثل الذين يسخرون ممن يصلون ويعني ويستقيمون ويدعون المحرمات، ترى أن بعض الناس يسخرون منهم وكأن وهم الأحق بالسخرية، يعني الذين يدعون الصلاة ويتركون أمر الآخرة إلى اللهاث وراء الدنيا وينشغلون بها عن هؤلاء أحق بأن نسخر منهم، كما قال تعالى إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فهم أحق بأن يسخر منهم. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والذين اتقوا فوقهم يعني، والحال أنهم إذا جاءوا يوم القيامة سيجدون المتقين من المؤمنين فوقهم في درجات الجنة يتمتعون بالنعيم المقيم في جنات النعيم، وهم في أسفل سافلين وهم في النار والجحيم. فالله سبحانه وتعالى يختم هذه النهاية لأن ليبين لنا يعني أن الدنيا لم تنفعهم، وأن ما تعلقوا به من الدنيا ما أنجاهم ذلك من يعني من الدنو والسفول الذي سيجدونه في الآخرة. ولذلك يعني إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالعاقل هو الذي يجعل من الدنيا مزرعة للآخرة. نسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن يجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آية عظيمة تتصل بتاريخ البشرية مع الرسل والرسالات، وأين كان البشر وإلى أين وصلوا. قال تعالى كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة في ماذا؟ هنا أمة واحدة بمعنى ملة واحدة، الأمة هنا بمعنى الملة. كان الناس أمة واحدة أي ملة واحدة، وهي ملة التوحيد. فالأصل في البشرية والإنسانية أنها كانت على الفطرة التوحيدية أو فطرة الإسلامية، كانوا على الإسلام، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه 10 قرون يعني من نوح عليه السلام والناس على توحيد الله تبارك وتعالى، حتى جاءت الشياطين فاجتالتهم، فجاء الشيطان فأوجد الشرك في هذه الأمة، فأمرهم أن يصوروا رجالا صالحين فصوروهم، ثم جاء الذين من بعدهم فعبدوهم من دون الله تعالى. كان الناس أمة واحدة أي في التوحيد، فحصل الخلاف بينهم، وهنا طبعا كلمة اختلفوا لم ترد، ولكنها وردت في موضع آخر من سورة يونس عليه السلام، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. فهنا الاختلاف منهم من بقي على التوحيد والإيمان، ومنهم من ذهب إلى الكفر والشرك. فهل تركهم الله تعالى من رحمته عز وجل أنه ما تركهم، وإنما أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. قال تعالى فبعث الله النبيين، أي لما وقع الاختلاف بعث الله النبيين مبشرين لمن آمن وكان على التوحيد بأنه من أهل الجنة، ومنذرين محذرين من كان على الشرك بأنه سيكون من أهل النار. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. الباء هنا للملاصقة والمصاحبة وللتعدية أيضا.
فالقرآن نزل بالحق ويدعو إلى الحق، وكل ما فيه حق، فما أحقه القرآن هو الحق، وما أحقه الكتاب الإلهي هو الحق، وما أبطله هو الباطل. طيب لماذا نزل هذا الكتاب؟ هل لنتبرك به؟ هل لنعلقه في أعناقنا وأعناق أولادنا؟ لا، وإنما قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن مهمة الكتاب الحكم، الحكم سواء ببيان الحق أو بقضائه بين الأنام إذا اختلفوا. فهذه مهمة ووظيفة الكتاب ووظيفة الرسول، كما قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا كما يظن بعض الناس الذين لا فهم عندهم أن القرآن ليس من مهمته الحكم، وأن الحكم نحن نختاره ونختار طريقة الحكم ونظام الحكم كما نشتهي. لا لا، القرآن كتاب يهدي إلى الحكم وإلى العبادة وإلى الأخلاق وإلى المعاملات، إلى كل شؤون الحياة. فالقرآن منهج حياة. فالذين يقولون بأن القرآن نكتفي به فقط لكي يكون كتابا صلاة وذكر ونحو ذلك ولا نحكمه فيما بيننا، هؤلاء ليسوا من الدين في شيء، هؤلاء ليسوا من الدين في شيء. والذي يريد أن يأخذ من القرآن شيئا ويدع شيئا آخر، قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولذلك الحكم الإسلامي وحكم الشريعة عقيدة، عقيدة وإيمان، ليست القضية قضية سياسة كما يظن البعض أنها سياسة، وأن هذه المسألة المقصود منها التأكل بالدين. لا أبدا، هذه عقيدة ودين. إذا وجد من الناس من يتلاعب بالدين أو من يستخدم الدين لمآربه، هذا لا يضر الإسلام شيئا ولا ينقض الأصل الذي جاء به الدين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، هكذا قال ربنا عز وجل. فإذا مهمة القرآن ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. الذين من قبلنا من اليهود والنصارى اختلفوا في كتبهم، وحصل الاختلاف يعني في قضايا إيمانية، في قضايا عبادات، في تشريعات إلى آخر ذلك. لكن الله تعالى وفق هذه الأمة لما اختلف فيه اليهود والنصارى والذين من قبلنا. قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أو هدى الله الذين آمنوا من كل أمة حتى من الأمم السابقة ممن استمسكوا بالكتاب، هداهم الله تعالى للحق في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كان هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام يسأل الله تعالى من الليل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فنحن أحوج ما نكون إلى هذا الدعاء أيها الأحبة الكرام، أن نسأل الله تعالى دائما أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. ونقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهو سبحانه وتعالى الهادي، ولذلك نسأل الله في كل صلاة عندما نقرأ الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وطريق الضالين وهم النصارى. ثم بين الله تعالى أن هذا الطريق اللي هو طريق المستقيم طريق ليس يعني من سار فيه يمتحن، ولا بد أن يتعرض للابتلاءات والامتحان فيه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ماذا حدث لهم يا رب؟ مستهم البأساء، الفقر والضراء، الأمراض في أبدانهم،
وزلزلوا بالقتل والتهجير والفتن وغير ذلك، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أن يصل البلاء لدرجة استبطاء النصر من قبل الخلص هؤلاء، يعني يستبطئون النصر، متى نصر الله؟ يعني يشتاقون إلى النصر لكثرة ما يمر بهم من البلاء، فيبشرهم الله ويبشرنا ألا إن نصر الله قريب، أي لا تيأسوا أبدا ولا تظنوا بالله الظنون أبدا، الله تعالى لا يخلف وعده، النصر آت وكلمة الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لا بد أن يقع هذا الوعد الإلهي كما قال عز وجل يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وعد الله. فهذا الابتلاء وهذه الزلزلة هي سنة الله تعالى في أصحاب الرسالات ومن ساروا على طريق المرسلين. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا أحسب أيقع ذلك، أحسب الناس يظن الناس هؤلاء أنهم بمجرد قولهم آمنا وبكونهم من آباء وأمهات مسلمين بمجرد انتمائهم للإسلام أنهم سيجدون السعة وسيجدون الراحة وهم يعني يدعون الإيمان؟ لا أبدا، سنة الله تقول غير ذلك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يريد الله من هذا الابتلاء الفرز، الفرز ما بين الفرز الذي يكون بين الصادقين والكاذبين. ولهذا فإن الصحابة الكرام في أول الدعوة وجدوا من العنت ووجدوا من الصد والفتنة من المشركين ما جعلهم يشتكون إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وجاءه خباب بن الأرت في جماعة من الصحابة ممن كانوا يعذبون من المستضعفين فكشف عن ظهره وإذا فيه آثار التعذيب، فقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله تعالى لنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيه منهم أو يؤتى بالرجل فينشر بمنشار الحديد حتى يقع شقاه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه أو عصبه فلا يرده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر ولكنكم قوم تستعجلون. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يصبر الصحابة، وتنزل الآيات مثل هذه الآية لتصبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالتشبث بهذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بنصر قريب حميد مجيد للمسلمين. أيها الأحبة الكرام، نبدأ إن شاء الله تعالى بعرض التلاوات، ونبدأ بالأخ محمود الأحمد. محمود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة
واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما شاء الله، الأخ محمود قراءته جميلة وحسنة وطيبة، وأوتي يعني صوتا جيدا، وأيضا يعني مخارجه طيبة. وقف الأخ محمود وكذلك فعلت عندما قرأت في القراءة في قوله تعالى: ويسخرون من الذين آمنوا. هنا تجدون إشارة إلى الوقف اللازم، هناك وقف لازم، لأنه ويسخرون من الذين آمنوا، لأن العطف بعد ذلك يعني يوهم المعنى، لأنه ويسخرون من الذين آمنوا هنا انتهى الكلام، يعني ما يفعله هؤلاء الكفرة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذه جملة جديدة، ولذلك للفصل بين الجملتين لا بد من الوقف هنا. ويسخرون من الذين آمنوا، نقف ثم نقرأ: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيضا قرأ الأخ محمود قراءة صعبة: بغيا، يعني الباء هنا في بغيا يجب أن تكون مرققة، لا نجعلها مفخمة لأنها جاورت الغين، لأنما نقول بغيا بغيا، فلا بد من ترقيقها. ننتقل إلى المشارك الثاني، علاء فؤاد. علاء فؤاد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الأخ علاء فؤاد، جزاك الله خير على هذه القراءة. هنا تنبيهات مهمة يعني في قراءتك. التنبيه الأول يعني في قوله تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط، يعني لا بد من تحقيق الهمزتين، يشاء إلى صراط مستقيم.
هناك ملاحظتان مهمتان فيما يتعلق بالوقف في قراءة الأخ علاء. هو قرأ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، وقف على الجنة، ثم قال ولما يأتكم مثل. لا، الصحيح هنا الوصل، الصحيح هنا الوصل، لأنه هذه يعني لما هذه يعني تربط ما قبلها بما بعدها. نعم، فهي حينية ظرفية، فلا بد من الوصل هنا، لا يصح أن نبدأ بها وإنما نصلها بما قبلها. يعني في فلا بد من القراءة هكذا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم. أيضا وقع الأخ علاء في خطأ، أيضا ننبه عليه، اللي هو أنه فصل بين المقول، بين القول والمقول والقائل، وهذا لا يصح. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، وقف على هذا، ثم قرأ متى نصر الله. لا، هما هذا متى نصر الله هذا من قول الرسول ومن معه، فلا نفصل بين المقول والقول، وإنما لا بد من الوصل. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، نقف هنا ثم نستأنف ألا إن نصر الله قريب. يعني جزاه الله خيرا على هذه القراءة الأخ علاء، ويواصل معنا إن شاء الله تعالى بإرسال المقاطع أخرى. معنا أيضا الأخ محمد الأمين. محمد الأمين، نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما شاء الله، ما شاء الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أتحفنا بهذه القراءة، فجزاه الله خيرا، قراءة جميلة، يعني بصوت ندي وبمخارج وصفة يعني وأداء جيد، نسأل الله تعالى أن يوفقه. أيها الأحبة الكرام، نشير إلى بعض الأحكام المتعلقة أو التي في بعض هذه الآيات ما دون تحدثنا عن الوقف والابتداء. من قواعد صحة الوقف ثم الاستئناف بعد الوقف قل، فإذا جاء قل أو قال إلا إذا كان في جملة شرطية فإنه يصح أن نبدأ بال. وكذلك أيضا من علامات صحة الوقف ألا، فإذا جئنا إلى ألا فيصح أن نقف قبلها. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فهنا
يعني صح لنا أن نبدأ وأن نستأنف هكذا إن شاء الله. نختم أيها الأحبة الكرام بالمشارك الأخير محمود الأحمد، الأخ محمود الأحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. ما شاء الله، قراءة الأخ محمود قراءة جميلة، ونسأل الله تبارك وتعالى يوفقه. والآيات التي قرأها سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، لكن هنا أنبه لأنه هو قرأ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهلهم. الأولى أن نقف على قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أكبر عند الله. هذا أولى إن شاء الله تعالى، يعني أن نقف على قتال فيه كبير، وسنبين لماذا ذلك إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أيها الأحبة الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أسأل الله تعالى في ختامها أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الحب للقرآن رائدنا، وما نلنا الأمان البيض لولاه. أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخوانا